مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار العاصمة، ونبدأها بأبرز العناوين. البرغي يتهم الرئاسي المقترح بغذلان منطقة الجنوب ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات في حادثة إبراك الشاطئ. ميليشيات الكرامة توقف العمليات العسكرية على درنة وتكشف عن خطة جديدة لاقتحام المدينة. تواصل الجدل في إمكانية إصدار قانون الاستفتاء على الدستور ودعوات إلى التسريع في الانتخابات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار العاصمة. أهلا بكم. اتهم وزير الدفاع المفوض مهدي البرغذي المجلس الرئيسي المقترح بخذلان منطقة الجنوب. وحمل البرغثي في رسالة وجهها لعضو رئاسي المقترح فتحي المجبري حمل في سراج ما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة. تصريحات تتزامن مع اتهامات الرئاسي بالصمت تجاه ما ترتكبه ميليشيات الكرامة في الجنوب الليبي. اشتباكات متواصلة وأزمات متراكمة، هكذا يبدو المشهد في الجنوب الليبي، مشهد يصفه البعض بصراع المصالح ومحاولات بسط النفوذ بين ميليشيات الكرامة والمجلس الرئاسي المقترح، بينما يرجح آخرون أن يكون ثمة تواطؤ من قبل السراج مع خليفة حفتر. الجسر الجوي الرابط بين مطار بنينة وقاعدة براك الشاطئ الجوية التي تسيطر عليها الميليشيا يعمل على تزويد القوات المؤيدة لحفتر بالسلاح والعتاد وسط صمت من الحكومة المقترحة. اتهامات التواطؤ بين الطرفين أثبتتها حادثة براك الشاطئ، إذ حمل الرئاسي المقترح حينها وزير الدفاع المفوضة المسؤولية عن قصف مجموعات متمركزة في القاعدة وقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الكرامة، وكانت نتيجتها إيقاف المهدي البرغثي وإحالته إلى التحقيق. انتهت التحقيقات ولم تنشر النتائج، ولم يجد البرغثي حرجا في التأكيد أن السراج هو من خذل المنطقة الجنوبية وأوصلها إلى هذه الحالة، وأن عدم أدائه واجبه حيال القوة التي تتبعه في قاعدة تمنهنت أدت إلى وقوع كارثة براك الشاطئ حسب تعبيره. تصريحات البرغثي لم تقف عند هذا الحد، بل إنه اتهم الرئاسي بخذلان عناصر حرس المنشآت النفطية رغم معرفته أن القوة التي هاجمت الموانئ عام 2016 جلها من المعارضة التشادية والسودانية. تالت الأحداث بوتيرة متصاعدة في المنطقة إلى أن أطلق قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر ما يسمى بعملية فرض القانون تحت مزاعم محاربة الجماعات الإرهابية. لكن اللافت للانتباه هو ردة فعل الرئاسي الذي لم يدن هذا التحرك، بل شكل لجنة وزارية لمتابعة أوضاع الأهالي بدلا من المطالبة بوقف العمليات العسكرية وعدم إشعال الحرب وجر المنطقة إلى الدمار. لم يخف على المتتبعين لتطورات الأحداث بالجنوب أن ثمة ما يحاك للمنطقة وأهلها، لا سيما مع تصريحات سابقة لقائد الميليشيا تفيد بأن علاقات متينة تربطه بالسراج، وأن نسبة التوافق بينهما وصلت إلى مراحل متقدمة. نعتقد أن التوافق الشخصي بيني وبينه 100%، لا يوجد إطلاقا أي خلاف مع هذا الرجل. السراج اتخذ الموقف ذاته وأشاد بالعلاقات المتينة التي تجمع بينهما، خاصة وأن كليهما يشكل طرفا للحل. أنا قد أتحفظ على طرفي الخلاف، لأن احنا كمجلس رئاسي وأنا شخصيا ليس لدي خلاف مع أحد، نحن لسنا طرفا في الصراع، قد نكون جزء من الحل لكن لسنا طرفا في الصراع. توافق في الرؤى بين الرجلين لم تفسده إدانة المجتمع الدولي لجرائم ميليشيات الكرامة بحق المدنيين، كما لم يغير مساره إقدام الميليشيا على اعتقال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم. مشهد يحمل تعقيدات في جوانبه وتخوفات لدى البعض من مستقبل قد يتطور إلى الأسوأ ويحول أطوار المعركة من بنغازي إلى الجنوب، في ظل صمت متواصل ممن يفترض أن يحقق الأمن والاستقرار لليبيا.
وللتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وعلى هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي موسى تيهوساي. مرحبا بك سيد موسى. المهدي البرغيثي يقول بأن المجلس الرئاسي هو المسؤول الأول عن ما يجري في تلك المنطقة ويعني وتحديدا ما جرى في مدينة سبها. ما الذي يمكن أن تفهمه من هذه التصريحات المفاجئة التي قالها البرغيثي؟ نعم مرحبا بك وبسائر المشاهدين. بالفعل لا شك ان لا احد مسؤول سوى الجهات التنفيذيه في البلاد في كل ما يحصل في منطقه من مناطق ليبيا. في الحقيقه المسؤوليه بالدرجه الاولى تقع بالفعل على المجلس الرئاسي وكل المؤسسات الامنيه التابعه له فيما يحصل في الجنوب وما يحصل في بعض المناطق المتوتره في ليبيا. للاسف الشديد الجنوب الليبي سقط من كل حسابات المسؤولين في ليبيا وعلى راسهم المجلس الرئاسي. نحن في نلاحظ والجميع لاحظ والجميع يعلم بان المجلس الرئاسي لن يكلف حتى اللحظه اي امر لمنطقه العسكريه سبها منذ توليهم استلامهم السلطه في ليبيا. وهذا دليل على ان المنطقه الجنوبيه هي منطقه في اخر اولويات عمل للاسف الشديد المجلس الرئاسي، وهذا مؤكد وفق الواقع. الان نرى عمليات اقتتال في منطقه سبها لاكثر من 3 اسابيع ولم نرى اي تحركات جديه وملموسه على ارض الواقع لرأب الصدع ومعرفه حق حتى ما يحدث في المنطقه. هذا من صميم واجبات المجلس الرئاسي والوزارات التابعه له، وكذلك وزاره الدفاع مثلا ليس هناك اي وجود لوزاره الدفاع ولا اي جهه رسميه في سبها لمعرفه ما يحصل وتتبع الامر في منطقه سبها. طيب سيد موسى توسي، ربما هذه الاتهامات هي اتهامات ليست بالجديدة، لطالما اتهم المجلس الرئاسي بأنه مقصر وأن ما جرى في الجنوب نتيجة تقصيره، ولكن الآن عندما يقول البرغيثي هذا الكلام يعني من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك، هل فعلا أن الذي يجري في المنطقة الجنوبية ليس مجرد إهمال من قبل المجلس الرئاسي، إهمال غير متعمد، وإنما هو تنسيق خفي تحت الطاولة ما بينه وما بين ميليشيات الكرامة، ويؤدي هذا التنسيق في النهاية إلى سيطرة ميليشيات الكرامة كما يجري الآن على أرض الواقع؟ هل تؤيد حضرتك هذه الفرضية؟ نعم، للأسف الشديد المنطقة الجنوبية الآن خارج عن سيطرة أي إن كان، وإن كان حفتر أو السراج. الآن المنطقة تعيش بعيدا عن أي جهات رسمية وأي جهات من الجهات الموجودة في ليبيا. الآن إذا ما تحدثنا عن الواقع في سبها لن نجد أي أحد يعني ذو شرعية أو موجود بشكل رسمي في سبها. نعلم أن حفتر والقوات التابعة له في فترة معينة من فترات أتت للجنوب وأتت لسبها، لكن وجودها ليس له أي صدى ويعني لم يؤدي إلى تغير الواقع الموجود في سبها لسنوات. والآن مع احتدام الاشتباكات وما يحصل اليوم هذه الأشياء الآن تحصل على مسمع ومرأة من الجميع. أما فيما يخص اتفاقات السرية، لا أعتقد أن هناك أن الأمر يحتاج إلى اتفاقات سرية. الأمر الآن ما يحصل في الجنوب الآن يستدعي وجود يهدد الأمن القومي للبلاد، وهذا ما لا يحتاج يعني من المفترض أنه لا يحتاج إلى يعني تعاملات سرية لإنقاذ الوضع، يحتاج إلى إجراءات فورية من المجلس الرئاسي ل يعني معرفة ما يحصل ولرأب الصدع ووضع حد للمعاناة التي يعانيها السكان الذين نزحوا من بيوتهم والذين الآن بقوا في بيوتهم ولم تصلهم أي انقطعت بهم كل السبل، والآن هم في منطقة شبه يعني محاصرة ومنعزلة عن العالم الخارجي. هذه الأشياء للأسف الشديد لما يتم تجاهلها من الجهات الرسمية والتوجه لأشياء أخرى في الأساس لن تجدي نفعا ولن تغير من الواقع الموجود.
طيب سيد موسى، اللافت في هذا الموضوع أن هذه الاتهامات التي وجهها البرغي إلى المجلس الرئاسي هي من خلال رسالة وجهها إلى فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي، ومن المعروف أن هذا العضو هو محسوب على عملية الكرامة ومواقفه العلنية تؤيد علنا عملية الكرامة. كيف يمكن فهم هذا التداخل في هذا الموضوع؟ هل تستنتج شيئا ما من هذه الرسالة التي وجهها للمجبري؟ أعتقد في هذا الأساس أن الموضوع قد يكون خارج له علاقة بالإطار العام لمنصب وزير الدفاع المهندس البرغثي، لكن ربما هنا نجد إطار شخصي بين الرجلين. ربما المهندس البرغثي يحاول إيجاد ثغرات أخرى عوضا عن المجلس الرئاسي أو لإحداث بعض البلابل لكي يحصل على ما يريد، وهذه الأشياء قد رأيناها من بعض المسؤولين السابق ولم نستبعد تحقيقها، يعني مما يحصل الآن بين البرغثي و الراجل. طيب شكرا جزيلا لك سيد موسى تيهوساي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة طرابلس. وإلى درنا، حيث كشف المتحدث باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة لميليشيات الكرامة صلاح بوجدار عن إيقاف العمليات العسكرية على مدينة درنا من جانبهم إلى حين التحضير لما أسماه التجهيز للمعركة بشكل أفضل. بوجدار في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية ذكر بأن قواتهم هي في حالة دفاع بموقعها وتنتظر الأوامر لدخول مدينة درنا، وأشار بوجدار إلى أن قيادة ميليشيات الكرامة تعكف حاليا على إعداد خطة جديدة لضبط المحاور والاستعداد لبدء تنفيذ عملية عسكرية بحسب قوله. يتواصل الجدل حول إصدار قانون الاستفتاء من عدمه، ففي وقت يرى فيه مجلس النواب أنه مصدر التشريع الوحيد، تعتبر أطراف أخرى أن الاستفتاء على الدستور حق للشعب الليبي. مزيد من التفاصيل يرصدها التقرير التالي، نتابع. ملفات سياسية شائكة وأزمات متراكمة تعصف بالمشهد السياسي الليبي تطرح على طاولة الحوار دون الوصول إلى حلول. مشروع تعديل الدستور ملف عالق لم يلقى إجماعا من الأطراف السياسية الفاعلة. يرى البعض أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بتعديله، فيما يشدد آخرون على أن الشعب هو المرجعية وأن الطريق الوحيد للحل هو الاستفتاء. لكن ما يعيد بوصلة الحل إلى نقطة الصفر تصريحات متباينة من أعضاء مجلس النواب تستبعد إمكانية إصدار قانون الاستفتاء نظرا لانتهاء ولاية الهيئة التأسيسية. لا يجوز بكل شكل من الأشكال إصدار قانون الاستفتاء وبعد كل هذا العبث الذي دخلت فيه هذه الهيئة ودخول مشروعها إلى المحاكم وإلى كل هذا الخلاف والجدل الذي حدث. فنرى أن الأفضل هو إلغاء هذه الهيئة المنتهية الولاية أصلا. جدل يتوصل صداه من أروقة البرلمان إلى مقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، هيئة يعتبر عضوها محمد التومي أن التصويت على المشروع حق للشعب الليبي لا يجوز لأي كان أن يمنعه منه، بل ويدعو كافة الليبيين إلى الخروج في مظاهرات سلمية وانتزاع حقوقهم المتمثلة في إصدار القانون باعتباره استحقاقا دستوريا. فصول الجدل طالت البعثة الأممية أيضا، إذ ألقت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران اللوم على غسان سلامة متسائلة عن مدى واقعية إجراء انتخابات وتجاهل مشروع الدستور. بين شد وجذب يراوح ملف مشروع الدستور مكانه، ينتظر إقرارا أو اعتمادا ليصبح واقعا ملموسا يحقق أمل الشعب وتطلعاته ببناء دولة القانون والمؤسسات. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. تواصل إضراب المعلمين في عدد من مناطق البلاد.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار العاصمة. أعلنت وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقترحة التوصل إلى اتفاق على إيصال شحنات من الوقود إلى مناطق الجنوب. وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين أنه بالتعاون مع شركة البريغا لتسويق النفط سيجري تسيير أولى رحلات نقل الوقود يوم الثلاثاء انطلاقا من مستودع طرابلس النفطي. وأضافت الوزارة أن شحنات ستؤمنها المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي المقترحة على يتولى حمايتها بعد إذن ميليشيا الكرامة عند منطقة الجريات حتى مدينة سبها. في سياق ذي سلة نفذت مصادر محلية من مدينة غريان بتوقف إمدادات الوقود عن المدينة منذ 3 أيام. وأرجع رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالبلدية مفتاح الدياب توقف الإمدادات لأسباب أمنية وتمثلت في اعتراض بعض شاحنات الوقود المهرب مدى قوة حماية مستودع البريغا في طريق المطار في طرابلس إلى إيقاف الإمدادات. ومن جانبه قال مدير مكتب الإعلام بشركة البريغا أحمد المسلاتي قال إن إيقاف إمدادات الوقود عن مدينة غريان جاء نتيجة السطو على شاحنتين تابعتين للشركة في المدينة. وأضاف المسلاتي للنبأ أن ممثلين عن شركة البريغا بصدد الاجتماع بلجنة الأزمة بغريان لحل الإشكال الواقع مناشدا مديرية الأمن في المدينة استعادة الشاحنتين المسروقتين. هذا واتهم وكيل ديوان بلدية غريان نصر الدين الفزاني الذين يقومون بحماية وتأمين شاحنات شركة البريغا لتوزيع الوقود بمنع توجه هذه الشاحنات إلى المدينة رغم أن هناك شاحنات تمر من وسطها لمدن أخرى. أزمة الوقود في داخل بلدية غريان في الأيام القليلة الماضية تعرضت أحد الشحنات إلى سطو من أحد الخارجين عن القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال هذا الموضوع، حيث تمت إحالتهم وفتح محضر تحقيق بأسماء المجرمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، كما تم تقديم مذكرة إلى النائب العام ل. وأكد الفزاني لقناة النبأ بأن ما وصفه بالعقاب الجماعي لغريان جاء على خلفية إحالة مجموعة من الخارجين عن القانون للعدالة بعد سطوهم على إحدى شاحنات الوقود في المدينة. جاءنا في داخل المدينة بمعاقبة بعض السادة من الذين هم يقومون بحماية وتأمين شركة البريغا لتسويق النفط والغاز بمنع توجه الشحنات إلى داخل بلدية غريان، مع العلم أن هناك العديد من الشحنات التي هي تمر من الطريق العام من وسط مدينة غريان وتصل إلى البلديات الأخرى المجاورة لنا وتتجه إلى الجنوب دون تعرضها إلى أي مضايقة أو أي. بحث وكيل وزير الداخلية بالحكومة المقترحة عبد السلام عاشور مع سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان بحث إمكانية رفع التأشيرة التركية على المواطنين الليبيين. وطلب عاشور من السفير التركي بطرابلس عودة كافة الشركات التركية وشركات الخطوط الجوية إلى العمل داخل ليبيا. من جهته أعرب دوغان عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية. أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن مصرات الاثنين عثور رجاله على جثة مواطن ملقى على شواطئ مصراته. وأوضحت مديرية الأمن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن عائلة المواطن تعرفت على الجثة وهو في العقد الرابع من العمر دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول هذه الحادثة. قال عضو تنسيقية المطالبة بحقوق المعلمين في منطقة حي الأندلس نوري أزواكي قال أن اعتصام المعلمين ما يزال مستمرا إلى حين تحقيق مطالبه. وأضاف أزواكي في تصريح لقناة النبأ أن نحو 90% من المدارس مقفلة باستثناء مدارس بلدية أبو سليم وسوق الجمعة بطرابلس.
رغم عودة نقابة العامة للمعلمين الدخول في إضراب عام، إلا أن بعض المدارس فتحت أبوابها في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني. كاميرا النبأ زارت مدرسة تروشا بمنطقة فشلوم في طرابلس إحدى المدارس التي استقبلت التلاميذ، وعادت بالتقرير التالي. قاعات دراسية معطلة، حضور تعليمي متعثر، هكذا بات المشهد مع أولى أيام الفصل الدراسي الثاني في أغلب المناطق التعليمية لا سيما العاصمة طرابلس. أثار الإضراب الذي أعلن عنه منتسبو نقابات المعلمين في القطاع كانت واضحة للعيان، حيث شهدت عدة مدارس حضورا ضعيفا، أمر الذي ألقى بظلاله على مستوى جدية العمل التربوي ومدى فعالية نجاح العام الدراسي، رغم حرص بعض الإدارات على فتح أبواب المدارس أمام الطلبة وامتناعهم عن الدخول في الاعتصام. واليوم طبعا هو أول يوم بعد عطلة السنة، حاولوا يعني فتحنا كمدرسة، فاتحين مدرسة والأعضاء التدريس موجودين، احنا نحاول بقدر الإمكان، لكن الله غالب ما فيش مني طلب موجود، ما عندكش طلبة عدد كافي تقريه، حتى لو فصل فيه عدد بسيط جدا تضطر انك انت بتتعاون. وزارة التعليم جددت دعوتها إلى الالتزام بجدول المواعيد الدراسية والامتحانات، محذرة من مخاطر الاعتصام وانعكاساته السلبية. وفي موقف لا يخلو من تحذير، دعت الوزارة الجميع إلى عدم الانصياع لقرارات التي تكون خارج الإطار الوزاري على حد تعبيرها. مشهد بات يقلق أمور الطلبة ويزيد من تخوفهم على مستقبل أبنائهم، حيث عبر أغلب أولياء الأمور عن استيائهم من تعثر العملية التعليمية وتأخر انطلاق الفصل الدراسي الجديد، بما ينعكس سلبا على التحصيل العلمي لأبنائهم. طبعا الدنيا فاضية، المدارس مفيش، فما نعرفش، هو تصدروا قرارين في نفس الوقت، أن في قرار أن في مدرسة وقرار أن مفيش مدرسة، فقعدنا في إشكالية بين أن احنا نبعتوا الصغار بين لا، والواه تو جات المدرسة فاضية، جات روحت بيهم قالوا لي عسلنا عصيان ويوم نعاش للحد الجاي وما نعرفش صار خير ولا. جدل يخيم على البيئة التعليمية ويزيد من تدني المستوى التحصيلي بين صفوف النشأة، ومن دون إيجاد حل مستدام لمطالب المعلمين ستبقى العملية الدراسية في تعثر. شكرا لكم على الاهتمام مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني النبأ.net، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم في أمان الله. إلى اللقاء.